إذن السلام عليكم يا إخوان، ومرحبا بكم معنا اليوم في سوق حد ولد فرج. اليوم 19/9/2021. هذه إخوان بقرة والدة، كديرة هي رومية طالية بلجيكية. بلجيكية السن؟ سداسي. شحال ما شديتيها المرأة؟ 840. 17000 درهم يا إخوان. عاطين التقييم من بلجيك. من بلجيك سداسية 340. زينة زوينة تبارك الله ما شاء الله يا إخوان. اللهم بارك اللهم بارك. ليش شافه يقول اللهم بارك يا إخوان؟ شاف الله. لا هذاك الشيء هذاك الشيء. ماشي موطور ولا الخيرات تبارك الخيرات. خيرات تبارك. والله يسخر مولاي، الله يجيب لي تيسير. امين. اللهم بارك. فيسبوك ولا؟ فيسبوك ويوتيوب ماشي مشكلة. الو هاني. الله يحفظكم والله يسهل عليكم فيها. الله يسهل عليكم بالربح. مرحبا مرحبا اخويا. اسواق الماشيه بالمغرب صافي سلام. الله يحفظك. مرحبا تبارك الله عليكم يا اخوان. خيرات تبارك الله. اللهم بارك. الله يسخر مولا. هو العجلة اسم من ماركة طالية. كدير تسمى البقرة؟ 370. 370 18500. كدير السوق تاع البقرة الوالدة؟ الماكلة اللي غالي. الماكلة اللي غالي. الثمن مناسب؟ لا غندوزها في يوتيوب. الماكلة اللي غالي. ياك الماكلة اللي غالي. 13500 والدة عجل. اللهم بارك اللهم بارك. خيرات تبارك الله إخوان. والله يسهل على الناس. الله يسهل على الجميع. الله يسهل بيع الرباح ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك يا اخي. اش والده كي دايره في السنه وتبان الله 8 مليون و90. مليون و90 والده عجله. عجله السن كي دايره في السنه؟ 40. 40. الحليب موجود؟ موجود. مليون و90. مليون و90 هذه بالشارية ولا عاطينا لك؟ بالشارية. ما عطاوكش رباح والو؟ ونتمنى ليه. والله يسخر. تبيعها بالرباح ان شاء الله. هاي العجينة بقرة رباعية. الحليب موجود. عاطينا 9000 ريال. 8000 رباح. الله يسهل عليك يا اخوان. شارية ب 14500. في العاطينو 15000 درهم. الله يسهل علينا. الله يسهل علينا. الله يسهل على الجميع تبارك الله ما شاء الله. زينة إخوان. 100 درهم. مرحبا تستاهل تستاهل. قولي اش والد عجل اش من هذا؟ عجل طالياني. البقرة كي دايرة في السن؟ باقة صغيرة. باقة صغيرة. وعاطينا شي حاجة؟ عاطينا 8000 رباح. 8000 رباح. عاطينا 400 درهم رباح. شحال هي 300 وشحال؟ مليون و64 باش خالص. مليون و64. بحال عطيك مليون و72. 72. مليون و72. 13600 درهم. الله يسخر مولا. الله يجيب لي تيسير. زينة اللهم بارك. الله يسخر مولا. الله يجيب لي تيسير. وعلى الربوع ساعة مجانية كتحس بالبرودة كتخرج عن طابع خمسة سبحان الله العظيم مباشرة.
جيد زوين بقره هي زوينه الله يجيب مولاتي يصير رباح كيف كيري السم تبارك الله الله دار اخويا دار السم كيداير السم 100 ثمن عطيني شي حاجه في رباح 124 324 16200 كيداير السوق في بقره الدار خويا الله يجعل البركة الله يجعل البركة هي كلشي اخويا شحال تقريبا عندنا من الشهير لا اسمح لي 8 وشي حاجة قريبة تولد على ميلاد على ميلاد نصورو هادي تايا الله يحفظك كي دايرة تايا في السنة؟ سنة الحلال سنة الحلال واش سامعة تايا؟ 340 ايوا يا اخوان الله يسهل عليهم تبيعهم برباح ان شاء الله 340 أم على ميلاد الإخوان تبارك الله ما شاء الله صراحة وما هادو الله يسخر مالي نجم التيسير 17000 وفر 16200 الله يسهل الجميع هذا إخوان ضروبات جزاريات قلت لهم هادو ضروبات جزاريات ياكلهم ثمن خويا وكيداير السوق في جزارية السوق غالي السوق غالي الثمن ديال الخير تبارك الله 610000 3 مليون و10000 بيناتهم مبينكم مرحبا مرحبا 3 مليون و10000 اخوان كيف بينا معاك بينو مرحبا بك كاك السوق راه غالي اخوان الله يسخر لي مرحبا بكم 3 مليون و10 تبارك الله مليحات لا مليحات ما نعاودوش الهضره زينات الله يسخر مولاي الله يجيب لي تيسير تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك كسابيات بقاتي ياكلوا شويه ثمانات ثمانات ثمان اخويا هذا مليون و 40 هذا مليون و 20 مليون و 20 مليون و 40 11000 17 12300 ياك الله يسخر الله يجزيك سير انت ما تشوفو ثمانات المهم اخوان كاين شويه صداع ديال البوق ولكن ما عندناش ما نديرو مليون و20 مليون و46 خليو لنا واحد الجام من عندكم دائما اللي عجبو الفيديو نفس الهضره نعاودوها مابقاوش نديرو التكرار تبارك الله عليكم الله يسخر لهاد السيد الله يجيب لك السير يا اخوان كانت غادا تجي فيا لكن مشيو مشكين خيرات تبارك الله الله يسخر مولاي الله يجيب لي التيسير مازال كتابي ثمان اخويا الله يجازيك بخير 150 ماشي بلدية طاليانية طاليانية 150 7500 درهم عجلك السابق الله يسخر مولاه الله يجيب التيسير 7500 نحاولوا نلبيو الاخوان جميع الطلبات بالنسبه للناس اللي قالوا لينا صور لنا غير العجول وما تصورش لنا الخرفان ولا النعجات كل واحد هو الاهتمامات ديالو كل واحد يشوف الاهتمامات ديالو نحاول نقربوكم من الاسواق يعني اي حاجه واحد بغى شي حاجه نحاول نقربو من هذاك الشيء اللي بغاه مرحبا تبارك الله عليكم تحياتي للمغاربه في المكان وخارج المغرب داخل المغرب تحياتي للجميع ونهاركم مبروك تبارك الله عليكم ليموزين الثمن اخويا كي داير السوق 176 كي داير الكتابيه الثمن غاليه كيف كان كاين الثمن 176 8000 و 800 قال لي كاين الثمن باقا تعلف ياه باقا كتابيه مشي ليها من الجهه الاخرى اخوان باش نبين عليك الشو هيا
زينة الله يسخر مولاي الله يجيب ليك الله يسالم. كي داير السوق في عجلة اليوم؟ السوق عيان الثمن ولا شنو؟ شوية الثمن ديال هاد الشارولية هاديك 128 128 وهاد الكحلة هاديك 124 6400 هادي 5200 درهم. انا كنحاول اخوان نعطيكم بزاف تاع العجلات باش تعرفوا الاثمنه كيفاش دايره المليح والمويان تاع هو. نحاول البيزوني الطلبات كما قلت لكم دابا. الله يسخر الله يسخر. الله يسهل عجلان ثمن ثمن ها 170 170 8500 8500 اخوان نتمنوا الفيديو يعجبكم خليوا لنا واحد لايك تبارك الله عليكم. معكم مبروك من سوق حد ولا الفرج. الله يسهل على الجميع. 8500 درهم ها والله يسخر مولاي الله يزيد بيع بالرباح ان شاء الله 170000.